هنا كانوا بأمة وطاروا ثلاثة أولاد جد مهمين، ولكن الجواب ما كانش جواب بهذه الطريقة اللي المغاربة كلهم كيتسناو، سيرتو ثلاثة المرات وهي كتجبد واحد المسألة. السيدة الرئيسة، سيد سيد النائب المحترم، الله يخليك، نقطة نظام في التسيير، في التسيير، الله يجازيك بخير. نمرو، تفضل السيد الرئيس. من فضلك سيد الرئيس، سيد الرئيس، طلبنا منك المرونه ديال الوقت، ما بغيتيش، هذا حقك، ولكن هذا حقنا حتى حنا. غادي نعاود 271 اليوم كنطلبوا بشكل رسمي السيده الوزيره هذوك التساؤلات اللي كاينه وغتخرج في الجريده الرسميه اللي طرحوا الساده النواب، بغينا تصيفط لنا الاجوبه مكتوبه. والسيده الرئيسه تحملي مسؤوليتك وتجاوبينا دابا، على لان الوزيره تلتزم باش تصيفط لنا داك الشيء مكتوب ويكون بشكل رسمي. هذا الماده 271 واحد يوم دراسي حقنا في الموضوع، هذا حقنا. تفضل السؤال في تسيير السيد رئيس. من فضلك السيد رئيس، فيما يخص الماده 271 راه واضحه السيد رئيس الفريق، واضحه على انه باش يطلب الطالب ديال هذا الموضوع يجب ان يكون واضع السؤال، واضع السؤال هو اللي غيطلب، ماشي شي حبه. اذا القانون واضع السؤال هو اللي يطلب، لما ما طلبوش انت ما واضع السؤال، انت ما واضع السؤال وغطلو حاجه اللي ماشي شغلك. وان يكون كتابيا. تفضلوا السيد الوزير المحترم، الكلمة لكم السيد الوزير. تفضل السيد الوزير. جواب السيد الوزير المحترم. تفضل السيد الوزير. انا اعتقد بان هذا موضوع السيده الوزيره عندها فيها عندها فيه جواب، ماشي ما عندهاش، غير وقت ما كفاهاش، وانتم اختاريتوا انكم ما تمدوش، لا ماشي مشكل، غير وهذيك المعطيات التكميليه كنطلبوا باش تصيفط مكتوبه، زعما شي حاجه خارقه للعاده وما فيها حتى شي حرج، بالعكس هذا شيء مزيان. الحكومه السيد رئيس، دابا انا كنتكلم، انا كنتكلم، انا نتكلم السيد رئيس، السيده الرئيسه، السيد رئيس، كنتكلم دابا انا. السيده الوزيره سمعت لكم، انا غير نتكلم، نكمل وعاود عقب، ماشي مشكل، انا غير عاود عقب، غير نكمل وعاود عقب. من فضلك، وهذا سؤال السيده الرئيسه، هذا سؤال راه طرحوه عدد من الفرق، لذلك احد الفرق اللي طرح سؤال حول موضوع شركه الاسامير كيلتمس تطبيق الماده 271، وهذا الشيء اللي صالح السيده. راه هو اللي طلبها، الله يهديك سيد الرئيس. واخا نكمل، واخا نكمل السيد الرئيس، زعما هادشي كيفاش. شكرا السيد الرئيس، شكرا. تفضل السيد الرئيس. هذا موضوع عنده الحساسيه ديالو، عنده الاهميه ديالو، المقابل ديالو هو الاحتقان الاجتماعي، في غياب واحد سياسه تواصليه مع كامل احترام الحكومه، محتاجين هذه المعطيات. سيدة الوزيره ما غيتكلفوا حتى شي حاجه، ماشي رفضات، عندها معطيات الوقت اللي ما كفاهاش، هذاك الشيء اللي كانت غتعطيه في المتسع الوقت تعطيه لنا مكتوب ان شاء الله. تفضل السيد الوزير المحترم الجواب على السؤال. تفضل السيد الوزير. تفضل السيد الرئيس. تفضل السيد الرئيس. في الواقع السيد الرئيس، شوف متفق معك، لا متفق معك على ان هذا الموضوع محرج وفي واحد العدد ديال القيل والقال فيما يخص الاثمنه، متفق معك. والسيده الوزيره قبيله قالت لكم، قالت ما كيهضر بسميتهاش انا، قالت ما عندهاش الوقت، قالت على انها مستعده وكنطلب منها باش دير، باش دير، كنطلب منها، كنطلب منها تانا.
السيد رئيس ايوا هي التسيير انتم اللي جبتوا هادشي. اذا نطلبوا من السيده الوزيره دير شي نهار وتجيب لنا هادشي في اطار اللجنه. من فضلك السيد رئيس. لا ما تتحملش السيد رئيس. الكلمه لكم السيد الوزير. شكرا. تفضل السيد الوزير. تفضل السيد الرئيس. شكرا السيده الرئيسه. غير الله يخليكم الساده الرؤساء نتواصلوا بهدوء. هذه المطالب اليوم ديال الساده الرؤساء كتبان لي مشروعه الملتمس راه مشى عندكم السيده الرئيسه سجلوه ويكون الجواب مكتوب. وشكرا. تفضل السيد الرئيس. تفضل. تفضل السيد الرئيس. نعم الله يخليك السيده الرئيسه تيضر لي. الله يخليك تيضر لي الموضوع بالاهميه بمكان. عندك سلطه تقديريه السيده الوزيره كانت بصدد الرد او الجواب وهذا موضوع مهم جدا وتيهم المغاربة كاملين بدون مزايدات. إلا السيدة الوزيرة تفضلات وقالت أودي هاد التركيبة نتاع الثمن د المحروقات واش 4 ولا 6 ولا، وخاصة أن السؤال يعني التعقيب الإضافي جاء من طرف فريق من الأغلبية ومن المعارضة، وهذا ما فيه ما يتخبى. راه في الوقت اللي تنحاولوا باش ما نجاوبوش وتنروغوا تيولي واحد الانطباع بأنه كاين شي حاجة مخبية. إلا ما مخبي والو على بركة الله.